صياماً مقبولاً وإفطاراً شهياً. اليوم نتحدث عن اكتشاف هام غير حياة البشرية وهي الجامعات. كان التعليم في العالم الإسلامي مرتبطاً بالدين، لأن المساجد كانت تستخدم وتستعمل كأماكن للصلاة وللتعلم في آن واحد. تعد جامعة القرويين في مدينة فاس المغربية هي أول جامعة في التاريخ، حيث بنتها العالمة فاطمة الفهري في عام 841 ميلادي، بعد أن ورثت الكثير عن أبيها الثري، فقررت أن تنفق ميراثها كله على بناء مسجد وجامعة تناسب مجتمع فاس، وقد شرعت بالصوم منذ بدء البناء وحتى الانتهاء منه، وأشرفت بنفسها على عملية البناء وتشييده، فسرعان ما تطور مسجد القرويين إلى الجامعة، وتوسع تدريجيا في الموضوعات التي كانت يتناولها طلابه، وخاصة موضوعات العلوم الطبيعية، واكتسب شهرة بوصفه أول جامعة في التاريخ. المزيد من هذه المعلومات في التعليقات أدناه في طقس العرب. إلى اللقاء.